بالراحة على نفسك يا هاجر عشان انتي تعبانة. ما تخافش يا يونس، انا كويسة. هاجر هاجر، مالك؟ في ايه؟ في ايه يا يونس؟ صوتك عالي ليه؟ الحقيني يا ماما، اختي هاجر وقعت وهي بتجري على المشاية. كل ده بسببك، انت عارف ان اختك مريضة، ازاي تسيبها تجري؟ انا قلت لها يا ماما، بس هي قالت لي نفسي اجري شوية. انت مستهتر قوي وما بتاخدش بالك من اختك، مالكش لازمة في البيت. يلا اطلع بره، مش عايزة اشوف وشك تاني. طيب اطمن على اختي الاول. قلت بره يعني بره. الو الاسعاف؟ طمنيني على بنتي يا دكتورة. انتوا ازاي تخلوا البنت تلعب رياضة؟ انتوا مش عارفين ان قلبها تعبان؟ كل ده بسبب اخوها المستهتر، هو اللي خلاها تلعب كده. هنضطر نبدأ العلاج من جديد. يا خبر ابيض، احنا هنرجع نبدأ العلاج تاني؟ احنا تعبنا قوي اخر سنة. دي مشكلتكم، ماليش دعوة. يا ترى اختي فين؟ اختي فين؟ انا خايف عليها قوي. طمنيني يا ماما، هاجر عاملة ايه؟ ولد انت هنا بتعمل ايه؟ في ايه يا ماما؟ انا جاية اطمن على هاجر. انت هتعمل فيها، بتحب اختك، انت السبب في اللي حصلها ده. انت عارف ان اختك مريضة وبرغم كده خليتها تتمرن. صدقيني يا ماما، انا قلت لها بلاش تتمرن وهي قالت انها عايزة تعيش حياتها طبيعية. وانا مش مقتنعة بالكلام اللي انت بتقوله ده. يلا اطلع بره المستشفى، مش عايزة اشوف وشك. بس انا عايزة اطمن على اختي. انت لو ما مشيتش هطلب الامن سيكيوريتي. طردتيني من البيت وبعد كده بتطرديني من المستشفى. خلاص يا ماما انا همشي. انا مش مصدق ان ماما طلبتلي سيكيوريتي. ايه ده؟ كمان الدنيا بتمطر؟ اروح فين دلوقتي؟ انا هشوف اي مكان استخبى فيه. البيت ده شكله مهجور، انا هدخل اقعد فيه لغاية ما المطر تخلص. ايه ده؟ ده مفيش اي حاجة انام عليها خالص. مش مهم، على الاقل مفيش مطرة. ايه ده؟ انت بتعمل ايه هنا؟ انا جاي استخبى في المكان المهجور ده. لا انا اللي عايش في البيت المهجور ده، ده مش مكانك انت. حتى البيت المهجور ده مش هعرف اقعد فيه. انت شكلك حرامي، انت لو ممشيتش من هنا هطلب لك البوليس. ده بيتي اللي انا عايش فيه بقالي سنتين، ولا اقولك طلع الفلوس اللي معاك. انا مش معايا اي فلوس خالص، انا ماما طرداني برا البيت. كمان مش معاك فلوس؟ اطلع برا البيت حالا. حاضر حاضر. يا رب ماما ترضى تدخلني، انا مفيش مكان اعيش فيه. ازيك يا ماما؟ ايه ده يونس، بتعمل ايه هنا؟ الدنيا بتمطر يا ماما، انا جيت اخد جاكيت ومفتاح العربيه بتاعتي. ماشي اطلع خد حاجتك واطلع بره البيت. انا كنت بحسبك هتقوليلي اقعد علشان المطر. هو انتي ليه مش بتهتمي بيا يا ماما؟ كنت بهتمي بيك طبعا، بس انت بتأثر تأثير وحش على اختك. هاجر ما كانتش هتتعب تاني لو انت اخدت بالك منها. خوفك عليها ده هو اللي هيتعبها اكتر. انا قلت لك خد حاجتك واطلع بره. حاضر يا ماما.
سلامي يا ماما. الحمد لله يا عربيتي حبيبتي، انا هنام في العربية احسن ما انام في الشارع، بس الاول هروح اطمن على اختي هاجر. ازيك يا هاجر، طمنيني عليكي. انا كويسة يا يونس، بس الاكل هنا وحش قوي. انا كنت قلقانة عليكي قوي يا هاجر. وانا كنت قلقانة عليك برضو يا يونس، علشان عارفة ان ماما هتزعل منك. هي عملت معاك حاجة؟ ايوة، طردتني برا البيت، ولما جيت المستشفى طردتني من هنا برضو. انا اسفة قوي يا يونس، دي ما كانتش غلطتك. ما تشغليش بالك، اهم حاجة دلوقتي تبقي كويسة. ارجوكي خليكي قوية وارجعي زي الاول. حاضر يا يونس، مع ان الموضوع مش سهل. عايزة لما اطلع من هنا نرجع البيت سوا. ان شاء الله ترجعي بالسلامة يا هاجر. اهم حاجة يا يونس، لازم تساعد ماما في فلوس العلاج بتاعي، لان الفلوس كتيرة جدا. انا هطلب فلوس من المديرة بتاعتي. ماشي، ربنا معاك. انا همشي دلوقتي وهجيلك بكرة. انا هروح اكلم المدير علشان اساعد اختي هاجر. خير يا يونس، وقفت الشغل ليه؟ كنت عايز اطلب منك حاجة. يوه، كل شوية طلبات طلبات، قول بسرعة عايز ايه علشان انا مش فاضية. انا عايز اشتغل ساعات زيادة لاني عايز فلوس اكتر. انا ما ينفعش اديلك فلوس زيادة. ارجوكي، انا اختي تعبانة ومحتاجة اساعد ماما بفلوس، هتقدري تساعديني ولا لا؟ كان نفسي ساعدك يا يونس. بص حواليك كده، المطعم مفهوش اي حد بياكل. احنا لو استمرينا في الازمة دي انا ممكن اقفل المطعم اصلا، فما عنديش اي فرصة اديلك فلوس زيادة. احمد ربنا ان انت عندك شغل اصلا. يلا روح شوف، امسح الحمامات ولا اعمل اي حاجة. حاضر يا فندم، انا اسف جدا. حتى المديرة مرضيتش تساعدني، بس الحمد لله معايا العربية، هشوف اي مكان فاضي وهنام فيه. ايه ده ايه ده، ايه الصوت اللي في العربية ده؟ يا ترى العربية مالها، فيها ايه؟ يا لهوي، العربية باظت. اعمل ايه اعمل ايه؟ ولد، ايه اللي حصل في العربية؟ معرفش يا حضرة الضابط، انا كنت ماشي ووقفت مرة واحدة، وبعدين اول ما نزلت لقيتها بتولع كده. عايزين عربية مطافي حالا، وانت تعال معايا رجعك بيتكم. ايه ده يا ولد، عملت مصيبة ايه تاني؟ انت جايب لي البوليس لغاية البيت؟ انا ما عملتش حاجة يا ماما. هو ما عملش حاجة، العربية بتاعته ولعت. اكيد انت اللي ولعت في العربية دي، انت مش بيجي من وراك غير المشاكل. لا، احنا اتأكدنا ان هو ما عملش حاجة، هي اللي ولعت لوحدها. على العموم انا جبتولك لحد البيت، انا كده خلصت شغلي. سلام. انت جاي لي وانت مولع في العربية؟ انت عارف العربية دي بكام؟ انت مستهتر ومش بتهتم باي حاجة. يا
ماما انا ما عملتش فيها حاجه، هي اللي ولعت لوحدها، المفروض تطمني عليا. انا متاكده ان انت اللي بوظت العربيه علشان ترجع تعيش في البيت تاني. انا غلطانه اني ما بعتش العربيه دي وساعدت بيها اختك. انا بشتغل برضو وبحاول اساعد اختي. ايوه بتساعد، زي العربيه اللي انت بوظتها. يلا ارجع للمكان اللي انت جاي منه، مش هتدخل البيت تاني. ماشي يا ماما. انا لازم اشتغل كتير عشان اجيب فلوس اكتر، وبكده هقدر اساعد اختي ويمكن ماما تحبني. اقف عندك، هات كل الفلوس اللي في المطعم. ايه ده حرامي، ارجوك انا ما عملتش اي حاجه. هات كل الفلوس اللي في المطعم يا اما هتموت. خد الفلوس اهي، بس خليني اعيش. ايه اللي بيحصل ده؟ انا هتصل بالبوليس. الو البوليس. ايه يا ولد حكايتك؟ انا مش ورايا غيرك ولا ايه؟ احكي لي ايه اللي حصل. انا كنت شغال في المطعم وواحد دخل عليا كان معاه مسدس وقال لي هات كل الفلوس واديتها له. طيب شفت شكله؟ لا كان بخبي وشه وانا كنت خايف قوي. ما تقلقش احنا هنتصرف وهندور عليه. في ايه يا يونس، والظابط ليه واقف قدام المطعم؟ يا فندم دخل عليا حرامي وخد مني كل الفلوس. بتقول ايه؟ كل الفلوس اتسرقت؟ اكيد انت اللي سرقت الفلوس دي، انت اللي كنت طالب مني اخر مره فلوس علشان تساعد اختك، ولما انا رفضت اكيد انت سرقتها. انا ما سرقتش حاجه، انا اتسرقت. وبعدين لو انا سرقت هتصل بالبوليس ليه؟ بصراحه عنده حق وكلامه مقنع. ممكن تكون بتعمل كده عشان تداري على جريمتك. بصراحه عندها حق. انا عندي فكره، احنا نراجع الكاميرات وهنشوف مين اللي سرق. بصراحة حضرة الظابط الكاميرات بايظة، وبسبب قلة الفلوس معايا ما قدرتش اغيرها. يبقى الولد ده مش بيكذب، واحنا هنحاول نوصل للحقيقة. انت ازاي تصدقه؟ ده كان عايز فلوس وبينام كمان في العربية، يعني مشرد وما عندوش بيت. وانا ما عنديش دليل ان هو اللي سرق، لحد ما نلاقي دليل هيفضل برا ومش هيدخل السجن. ارجوكي صدقيني يا فندم. لا انت مش هتعرف تضحك عليا زي الظابط اللي كان موجود. انت مرفوض وانا هعرف اخد فلوسي منك. يلا امشي يا حرامي. حرام عليكي والله، انا مش حرامي. يا خبر ابيض، كل ده حصل لك يا يونس؟ ايوه انا مش عارف اللي بيحصل لي ده. ماما تمشيني من غير سبب، المديرة تلفدني وكانت عايزة تدخلني السجن، حتى العربية بتاعتي اللي انا كنت بنام فيها باظت. وانتي تعبانة، ده ايه الحظ ده؟ ده انت يا يونس تعبان اكتر مني. اهم حاجة عندي دلوقتي ان انتي ترجعي كويسة. ما اعتقدش ده هيحصل، الادوية قربت تخلص. ما تقلقيش انا هتصرف. اهم حاجة ما تعملش اي حاجة غبية. ما تقلقيش يا هاجر، هتكملي العلاج بتاعك وتبقي كويسة. ازيك يا دكتورة؟ اهلا، ازيك؟ انت اخو هاجر، جبتوا فلوس؟ هنجيب ان شاء الله يا دكتورة، اديلها العلاج ارجوكي واحنا نتصرف في الفلوس. ماشي انا هديلها العلاج وهحطها على الفاتورة بتاعتكم، بس خلي بالك انت كده عليكم فلوس كتير جدا. حاضر يا دكتورة هنجيبهم لك على طول. سلام يا دكتورة. انا لازم ارجع البيت، انا كنت محوش شوية فلوس بس مش فاكر كام. ايه ده، مش معايا غير 3000 جنيه. مش مهم، هديهم للدكتورة وخلاص. ايه يا ولد اللي جابك البيت هنا؟ وايه الفلوس اللي معاك دي؟ دي فلوس يا ماما كنت محوشها، اروح اديها للدكتورة. الدكتورة كلمتني وقالت ان الفاتورة بقت 20000 جنيه. انا بعت حاجة من الدهب بتاعتي وهروح ادفعها. مش مهم يا ماما، اهي الفلوس دي تساعد برضو. يلا خد فلوسك دي واطلع برا.
انا متشكر قوي يا رامي، انا كنت جعان جدا. مفيش مشكله، طمني على اختك. اختي لسه تعبانه في المستشفى ومحتاجه فلوس كتير قوي، وماما طردني من البيت، فمعلش هقعد معاك كام يوم لغايه ما الاقي اي مكان تاني. مفيش مشكله، احنا اصحاب ولازم نساعد بعض. طيب قولي ايه اخبار الشغل؟ حتى الشغل اتطردت منه بدون سبب. ما تقلقش، بابا عنده ورشه تصليح عربيات، هخليك تشتغل معايا. شكرا قوي يا رامي، انت عملت لي حاجات كتير كويسه في الفتره دي. ايه الاخبار يا يونس؟ عملت ايه؟ انا خلاص صلحت العربية وكله تمام. برافو عليك يا يونس، انت ولد مجتهد جدا، وانا عارف انت بتعمل كل ده علشان تساعد اختك، علشان كده خد الفلوس دي اكيد هتساعدك في العلاج. انا متشكر جدا، الفلوس دي اكيد هتساعدني. انا استاذنك هروح المستشفى اودي الفلوس لاختي. ولد انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي علشان ادفع فلوس المستشفى، انا بقيت اشتغل في تصليح العربيات واي فلوس تجيلي هديها لاختي. ارجوك يا ماما سامحي اخويا لانه فعلا ما عملش اي حاجه ليا. انا فخوره بك يا يونس، انا كنت بس بختبرك عشان اشوفك هتساعدنا ولا لا، وطلعت راجل وينفع يعتمد عليك بعد وفاه باباك، والدكتور طمنا ان اختك بتتحسن وهتخرج معانا للبيت قريب. ارجوك ما تزعلش مني يا يونس. طبعا مش زعلان يا ماما، وان شاء الله اختي تقوم بالسلامه.